تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي. دارين أهلا بك. إذا ما الذي استجد على الأجواء بعد انقضاء هذه الفترة على استقالة أديب عن تشكيل الحكومة؟ في المواقف السياسية أعتقد كما بدا واضحا من خلال ما ذكرت أن هناك تقاذف للمسؤوليات حول من يعني أدى إلى انتهاء أو الإجهاز على المبادرة الفرنسية، لأن الجميع يعلم أن هذه المبادرة كانت لتكون إنقاذية لو أنه كتب لحكومة مصطفى أديب أن ترى النور وأن تقوم بالإصلاحات المطلوبة التي يفترض أنها سوف تعمل لإدخال المساعدات والهبات الدولية الموعودة للبنان بشرط تطبيقه الإصلاحات المرجوة من المجتمع الدولي. لكن طبعا أما وقد انتهت هذه المبادرة ونحن بانتظار الموقف الفرنسي أو رد الفعل الفرنسي، هناك يعني إنكار لكل القوى السياسية حول مسؤوليتها في تعطيل هذه المبادرة، وإن كان بالمعلن أن الثنائي الشيعي كان أكثر المعرقلين على اعتبار أنه تمسك بداية بالحصول على حقيبة المالية، من ثم تسمية الوزير الذي سيرأس هذه الحقيبة، من ثم التمسك بتسمية الوزراء الثلاثة وما استطبع من هذه الشروط بشروط مقابلة لدى القوى السياسية الأخرى بأن تطالب ما يعني تطالب لنفسها ما منحت به أو ما منح للثنائي الشيعي. لكن لابد من الإشارة إلى أن طبعا العراقيل التي كنا نسمع عنها الكلام بوضوح في الأروقة والصالونات السياسية في لبنان كانت أصداء للتشنجات الأمريكية الإيرانية. بالطبع لبنان هو الحديقة الخلفية لهذه التجاذبات وهو معني بشكل مباشر بما ستنتهي إليه هذه المفاوضات، لكن الجميع كان يحاول الاستفادة من هذا الوقت، هو وقت ضائع بانتظار إجراء الانتخابات النيابية الأمريكية، وبالتالي لم يكن ممكنا لدى القوى السياسية في لبنان أن تقدم أي تنازلات في هذه اللحظة طالما أن ساعة الحسم لم تحن بعد، وبالتالي كان هناك محاولة لتأجيل ولادة هذه الحكومة قبل أن يباغت مصطفى أديب القوى السياسية ويعلن اعتذاره وينسحب من المشهد السياسي، وبالتالي نعود إلى المربع الأول لجهة الاصطفافات والانقسامات العمودية بين القوى السياسية في لبنان. شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي.